السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم طلاب الصف الثالث متوسط. راح نحل أسئلة الفصل الأول صفحة 25. طبعا هذه الأسئلة مهمة، جميعها أسئلة وزارية، كذلك راح تفيدكم في الأسئلة الشهر الأول. سؤال الأول: اختر العبارة الصحيحة لكل مما يأتي. أولا: الذرة متعادلة هي الذرة. احنا نعرف انه الذرة المتعادلة هي الذرة التي تكون فيها الشحنات الموجبة مساوية للشحنات السالبة، يعني عدد الالكترونات مساوي لعدد البروتونات. اذا يا اختيار راح يكون الاختيار B، راح يكون الاختيار B اللي هو عدد الكتروناتها يساوي عدد بروتوناتها. صار واضح؟ زين، عندنا ثانيا: يصير الجسم مشحون بشحنة موجبة اذا كانت بعض ذراته. هنا شلون يكون الجسم مشحون بشحنة موجبة؟ طبعا إذا قل السالب، إذا قل السالب. إذا يا اختيار كذلك اختيار بي، يكون الجسم مشحون بشحنة موجبة إذا كان عدد من الإلكترونات أقل من عدد البروتونات، يعني كل ما يقل السالب راح يكثر الموجب، فراح يكون مشحون بشحنة موجبة. إذا كذلك اختيار بي. صار واضح؟ نقطة ثلاثة: عند فقدان شحنة مقدارها 1.6 في 10 السالب 9 كولوم من جسم موصل معزول متعادل الشحنة، فإن عدد الإلكترونات التي فقدت من هذا الجسم يساوي، يعني هنا نريد عدد الإلكترونات، عدد الإلكترونات. احنا في صفحة 11 من يعني شرحنا الموضوع، في صفحة 11 اكو معلومات ذكرتها بالمحاضرة، ذكرت انه هذه المعلومات تحفظونها لان راح تفيدكم. من ضمن هذه المعلومات اللي في صفحة 11 منطينا قانون عدد الالكترونات، يعني شلون نطلع عدد الالكترونات. فهذا القانون نحفظه اللي هو عدد الالكترونات يساوي شحنة الجسم على شحنة الالكترون. كذلك منطيني شحنة الالكترون، هذه المقدار شحنة الالكترون هذه كذلك حفظ. هذه وين تلقوها؟ تلقوها بصفحة 11. زين، فهنا من يقول عدد الالكترونات يعني يريد عدد الالكترونات التي فقدت من هذا الجسم، منطينا شحنة الجسم ويريد عدد الالكترونات اللي فقدت من هذا الجسم، فهنا راح نطبق قانون عدد الالكترونات. نطبق قانون عدد الالكترونات يساوي شحنة الجسم على شحنة الالكترون. زين، هسه راح نعوض. هنا عندنا شحنة الجسم، طبعا هذه الاختيارات من يريد اختيارات، فلازم احنا هنا نحل المسألة، يعني شلون نطلع الاختيار الصحيح، فلازم نوضح رياضيا. زين، فهنا عندنا شحنة الجسم منطيني اياها اللي هي 1.6 في 10 السالب في 10 السالب 9 كولوم. زين، شحنة الالكترون لازم احنا حافظينها اللي هي 1.6 في 10 السالب 19. زين، هسه هنا راح يصير عندي اختصارات، هذه ويا هذه تروح. اما عندنا هذا القوة العشرة راح هنا تصعد الى البسط، فراح تتغير اشارة الاس، وهذه طبعا ماخذينها في من شرحنا المسائل اللي هي قانون كولوم. عندنا هذا الاس نصعده فراح تتغير اشارة الاس، هنا سالب راح يصير موجب. زين، فهنا نقول يساوي، هنا ايش راح يصير؟ هذا واحد على واحد، يعني هنا راح يكون واحد في عشرة، هنا راح يصير سالب تسعة في عشرة، راح يصير هنا عندنا 19. هنا صعدناها الى البسط فتغيرت اشارتها الى موجب. زين، يساوي هسه هنا عندنا هذه العشرة تنزل وحدة من عندهم وعند الضرب تجمع الاسس، هنا عندنا سالب 9 زائد 19، اشارات مختلفة، اشارة الاكبر واطرح، الاكبر هي الموجب، فاطرح اقول 19 ناقص 9 هو 10، هو 10، اذا الناتج هو 10 اس 10 الكترون. صار واضح؟ زين، منو من هذه الاختيارات؟ هو الاختيار بي، الاختيار بي اللي هو 10 اس 10 الكترون. صار واضح؟ فهنا عندنا شلون طلعنا عدد الالكترونات، هذه مطلوبة من عندكم، مو فقط تختارون الاختيار، لا، لازم توضحون شلون طلعت النتيجة. نقطة أربعة: شحنتان نقطيتان موجبتان، البعد بينهما هو 10 سنتيمتر، فإذا استبدلت إحدى الشحنتين بأخرى سالبة وبالمقدار نفسه، فإن مقدار القوة بينهما يساوي صفر أو يكون أقل أو أكبر أو لا يتغير.
هنا منطيني شحنتين، شحنة موجبة والشحنة الثانية كذلك موجبة، شحنتان موجبتان، البعد بيناتهم ثابت اللي هو 10 سنتيمتر. زين، فهنا عندنا هذه الشحنتين راح تنانا تتولد قوة بيناتهم اللي هي قوة تنافر، لأن شحنات متشابهة فراح يكون القوة اللي بيناتهم هي قوة تنافر. زين، البعد بيناتهم طبعا هو 10 سنتيمتر. يقول إذا استبدلت إحدى الشحنتين بأخرى سالبة، يعني إذا بدلنا مثلا هذه الشحنة الموجبة بدلناها بسالبة، صار واضح؟ فهنا إيش راح يصير؟ راح يصير هنا عندنا سالب وموجب، والبعد بيناتهم نفس البعد اللي هو 10 سنتيمتر. زين، فهنا شنو اللي راح يصير بهذه القوة؟ هذه هنا عندنا قوة تنافر، وهنا عندنا مختلفة راح يصير قوة تجاذب. قوة تجاذب. زين، البعد نفسه، البعد ما تغير. زين، مقدار القوة تغير؟ لا ما تغير. ليش؟ لأن هنا صارت يعني الشحنات متشابهة فهنا صارت قوة تنافر، وهنا الشحنات مختلفة فصارت قوة تجاذب، والمقدار نفسه فالقوة ما تتغير. القوة ما تتغير باختلاف الشحنات. صار واضح؟ إذن الاختيار دي، الاختيار دي، لأن احنا فقط غيرنا بالشحنات، القوة ما تغيرت لأن البعد بيناتهم هو ثابت. هنا عندنا نقطة 10، يقول شحنتان نقطيتان، مطيني هنا عندنا شحنتان اللي هو Q1 و Q2، أحدهما موجبة والأخرى سالبة، وعندما كان البعد بينهما 3 سنتيمتر كانت قوة التجاذب بينهما هي F1، فإذا ابتعدت الشحنتين عن بعضها حتى صار البعد بينهما 6 سنتيمتر، عندها القوة بينهما F2 شو تساوي؟ يعني هنا منطينا بالرسم عندنا هذه شحنتان، الشحنة الأولى والشحنة الثانية، هنا منطين البعد بيناتهم هو 3 سنتيمتر. طبعا هنا شنو بيناتهم؟ بيناتهم قوة تجاذب، لأن شنو؟ لأن هنا عندنا الشحنات مختلفة. زين، إذا هنا زاد البعد بيناتهم من 3 إلى 6 سنتيمتر، فهنا القوة، قوة التجاذب طبعا راح تتغير، قوة التجاذب راح تتغير. فهنا شنو يريد؟ يريد القوة الثانية، القوة الثانية ايش قد تساوي؟ زين، ذكرت انه احنا لازم بصيغة رياضية نطلع الناتج. زين، فهنا ارجع للمسألة، ما دام هنا ذاكر لي شحنتان، شحنتان نقطيتان Q1 و Q2، اذا نطبق يا قانون، نطبق قانون كولوم. زين، هسه اول شيء نطلع المعطيات. هو شنو منطيني؟ منطيني فقط البعد، البعد هنا اذا كان 3 سنتيمتر، والبعد اذا كان 9 سنتيمتر. يعني يريد القوة الاولى اذا كان البعد هو 3 سنتيمتر، والقوة الثانية اذا كان البعد 6 سنتيمتر. اول شيء هنا عندنا الار اللي هو البعد ما ينقص بالسنتيمتر، لازم احوله الى المتر، فهنا راح احوله الى المتر. شلون نحوله الى المتر؟ عندنا هاي الثلاثة اضربها في 10 والسالب 2 راح يصير متر، هنا حولتها الى المتر. هنا عندنا 6 راح يصير 6 في 10 والسالب 2 متر، اذا حولتها هسه البعد من السنتيمتر الى المتر، وهذه شرحتها بالتفصيل. زين، هسه راح نطبق قانون كولوم اللي هو الاف. طبعا هنا الاف الاول يعني القوة الاولى يساوي هنا قانون كولوم اللي هو الكي في الشحنة الأولى في الشحنة الثانية على R تربيع. زين، هنا الشحن القوة الأولى عندما يكون البعد هو 3 في 10 والسالب 2، فهنا نقول الـ F1 يساوي، هنا هسه راح نجي نعوض، الـ K هي مقدار ثابت لازم احنا حافظينه اللي هو 9 في 10 أس 9، هنا عندنا الشحنات ما عندنا فننزلها في 10 أس 2. زين، هنا نقول Q1 في Q2. زين، الR تربيع اللي هي هنا راح ننزلها اللي هي 3 في 10 والسالب 2 تربيع. زين، هسه هنا راح نتخلص من هذا التربيع، هنا نقول الـ F1 يساوي هنا نقول 9 في 10 أس 9 في Q1 في Q2 على هنا عندنا 3 تربيع يعني 9، 3 في 3 9 في 10 راح يصير السالب 4، لأن 2 في 2 4 والإشارة تبقى سالب. زين،
هسه هنا أنا شنو صار عندي؟ صار عندي اختصارات، صار عندي اختصارات، عندنا هذه التسعة وهذه التسعة راح تروح، وهذا هنا عندنا قوة العشرة هنا راح نرفعها إلى البسط فراح تتغير إشارة الأس. طبعا وهذه شارحينها بالتفصيل من شرحنا قانون كولوم. زين، فهنا الاف 1 ايش راح يصير؟ هنا عندنا الاف 1 يساوي 1 على 1، يعني راح يصير هنا عندنا 1، هذا المقام بعد ما بقى شيء بي، هذه 1 وهذه القوه صعدت فما بقى بي شيء. اذا البسط هنا شنو عندنا؟ عندنا 1 في هذه العشرة اس 9 راح يصير في 10 اس 4 لان هنا صعدت تحولت اشارتها. زين، فهنا راح يصير في كيو 1 في كيو 2. زين، هذا هو المقدار. هنا شنو عندنا؟ عند الضرب تجمع الاسس، عند الضرب تجمع الاسس، فهنا نقول اف 1 يساوي راح يصير 1 في 10 اجمع، هنا عندنا 9 و4 هو 13، هو 13. هنا عندنا كيو 1 في كيو 2، هذه القوه الاولى، هذه القوه الاولى اللي نسميها المعادله الاولى. زين، هسه راح نطلع القوه الثانيه نفس الطريقه، هنا راح نطبق القانون. فهنا بعد ما حاجه نكتب القانون فراسا نعوض، هنا اقول 9، طبعا هو الكي 9 في 10 اس 9 في كيو 1 في كيو 2. زين، على الار تربيع، هنا الار راح نعوض بها البعد الثاني، القوه الثانيه يعني راح نعوض بها البعد الثاني. فهنا عندنا الاف 2 تساوي، هنا نقول 9 في 10 اس 9 في كيو 1 في كيو 2، الار اللي هي هنا راح يصير 6 في 10 اس سالب 2 الكل تربيع. زين، ويساوي هنا راح نفتح التربيع، هنا نقول 9 في 10 اس 9 في كيو 1 في كيو 2 على هنا عندنا 6، 6 تربيع هو 36. زين، في 10 هنا 2 في 2 4 فراح يصير أس سالب 4. كذلك نفس الطريقة عندنا هذا الأس الرفعة إلى البسط فراح تتغير إشارته، وهنا عندي اختصارات بين 9 وبين 36، على 9 هذه بها 1 وهذه بها 4. إذن هنا عندنا الـ F2 يساوي هنا شنو راح يصير؟ راح يصير 1 على 4، 1 على 4 في 10، هنا طبعا هذه العشرة عند الضرب تجمع الأسس، هذا راح يصير 9 في 10 أس 4 لأن هذه صعدة تغيرت إشارتها، صار واضح؟ هنا طبعا راح يصير في Q1 في Q2. زين، هنا الـ F2 يساوي هنا راح أجمع هذه الأسس، راح يصير 1 على 4 في 10 أس 13، كذلك نفس الشيء هنا عندنا Q1 في Q2 تنزل. زين، هذه يا معادلة، هذه المعادلة الثانية. زين، هسه راح أقسم القوة الأولى على القوة الثانية، القوة الأولى راح أقسمها على القوة الثانية. فهنا ايش راح يصير؟ راح يصير الـ F1 تقسيم F2. زين، يساوي هنا الـ F1 ايش قد طلعت لنا هنا؟ هذه بالمعادلة الأولى، بالمعادلة الأولى اللي هي 1 في 10 أس 13، وهنا عندنا في Q1 في Q2. زين، والمعادلة الثانية صارت 1 على 4، العفو القوة الثانية في 10 أس 13 في Q1 في Q2. فهنا راح يصير عندي اختصارات، هذه ويا هذه تروح وهذه ويا هذه تروح. هنا شنو صار عندي؟ راح أضرب طرفين في وسطين، طرفين في وسطين. هنا عندنا هذه راح تكون بهذا الشكل. زين، إذن هنا عندنا الـ F2 في 1 هو F2، هو F2، هنا نقول يساوي F2 يساوي. زين، هنا عندنا الـ F1 شي يساوي؟ الـ F1 أضربها في 1 على 4 فراح يصير هنا عندنا 1 على 4 F1، صار واضح؟ هو الناتج النهائي. فهنا عندنا الاختيار هو الاختيار دي، هذا الـ F2 يساوي 1 على 4 F1، الـ F2 يساوي 1 على 4 الـ F1، إذن الاختيار دي، صار واضح؟ وهذا طبعا السؤال مطول ما أعتقد يعني مهم. هنا عندنا السؤال 6 يقول بعد سيرك على سجادة من الصوف ولامست جسما معدنيا مثل مقبض الباب
فإنك غالبا ما تصاب بسحقة كهربائية خفيفة نتيجة للتفريغ الكهربائي بين أصبع يدك والجسم المعدني. والسبب ذلك أن الشحنات الكهربائية، هذه الشحنات الكهربائية اللي في الجسم شلون تولدت؟ الجواب تولدت نتيجة الاحتكاك بين جسمك والسجادة. طبعا وهذه شرحناها في المحاضرة الأولى من مادة الفيزياء، يعني عند المشي على السجادة راح يصير احتكاك بين القدم وبين الصوف اللي هي السجادة، فراح تتولد كهربائية ساكنة، راح يعني تكون في الجسم تتولد كهربائية ساكنة. فمجرد ما نلامس أي مقبض معدني مثل هنا عندنا يدة الباب راح يصير تفريغ للشحنات الكهربائية اللي تولدت في الجسم، فراح يحس الإنسان بصحقة كهربائية خفيفة. صار واضح؟ إذن شنو السبب؟ السبب أنه تولدت هذه الشحنات الكهربائية، تولدت نتيجة الاحتكاك بين جسمك والسجادة. زين، هنا عندنا النقطة 7، يقول الجسم A مشحون بشحنة 2 مايكرو كولوم، والجسم B مشحون بشحنة 6 مايكرو كولوم، فإن القوة الكهربائية المتبادلة بين الجسمين A و B هي، يريد القوة المتبادلة، هنا عندنا A وهنا عندنا B، هذه مشحون بشحنة موجبة وهذه مشحون بشحنة موجبة. إذا شنو هنا القوة اللي بيناتهم؟ القوة اللي بيناتهم هي تنافر، هي تنافر. زين، هنا القوة الكهربائية المتبادلة راح يصير بين الجسمين هي ثابتة، يعني القوة ثابتة لكن الاتجاه راح يتغير، يعني يكون باتجاه معاكس، يكون باتجاه معاكس. ليش؟ لأن هي تنافر بيناتهم، تنافر بيناتهم، فالقوة المؤثرة راح يصير باتجاه معاكس. فهنا شنو الاختيارات اللي منطين اياها؟ يقول الاف الاي بي، يعني القوة الاي على بي شلون راح تكون؟ راح تكون في اتجاه المعاكس، راح تكون في الاتجاه المعاكس. فهنا عندنا الجواب هو سي، هو سي، عندنا الاف الاي بي يعني هذه القوة الاي على بي هي طبعا مساوية للقوة البي اي لكن باتجاه معاكس، هنا عندنا سالب باتجاه معاكس. ليش؟ لان البعد ثابت، ما دام البعد ثابت اذا هنا راح يكون القوة هي عكسية، يعني فقط تغير بالاتجاه. صار واضح؟ زين، هنا عندنا نقطة 8، عند تقريب جسم مشحون بشحنة موجبة من قرص كشاف كهربائي ذي الورقتين مشحون بشحنة موجبة أيضا، فإن ذلك يؤدي إلى شنو؟ يؤدي إلى زيادة ازدياد مقدار الانفراج، لو نقصان، لو انطباق ورقتي الكشاف، لو لا يتأثر المقدار انفراج ورقتي الكشاف. هسه راح نرجع إلى السؤال، عند تقريب جسم مشحون بشحنة موجبة من قرص كشاف كهربائي ذي الورقتين مشحون بشحنة موجبة أيضا، فش راح يصير؟ طبعا راح يزيد الانفراج، راح يزيد الانفراج. ليش؟ لأن هو شحنة موجبة بموجب شحنات متشابهة، فراح يزداد مقدار الانفراج ورقتي الكشاف لأن راح يصير اثنيناتهم مشحونات بشحنة موجبة. صار واضح؟ نقطة 9، عند تقريب جسم مشحون بشحنة سالبة من قرص كشاف كهربائي متصل بالأرض، هنا عندنا الجواب الصحيح تبقى ورقتا الكشاف على انطباقها على الرغم من ظهور شحنة موجبة على قرصه. ليش؟ لأن هو متصل بالأرض. السؤال الثاني، هنا عندنا تعاليل، علل، تجهز سيارات نقل الوقود بسلاسل معدنية في مؤخرتها تلامس الأرض، يعني السيارات اللي تنقل الوقود يكون سلسلة، يعني في مؤخرة السيارة تلامس الأرض، تحتك بالأرض. لماذا؟ الجواب للتخلص من الشحنات الكهربائية الساكنة المتولدة من احتكاك الوقود بجدران الخزان والمتجمعة عند سطح الخارجي للخزان وعلى هيكل السيارة، والتي قد تسبب كارثة عند حدوث التفريغ الكهربائي. فهذه السلسلة اللي تلامس الأرض تعمل على تفريغ الشحنات الكهربائية اللي تتولد من احتكاك الوقود بجدران الخزان حتى تفرغ الشحنات الكهربائية. زين، هنا كذلك تعليل، تتعادل شحنة الجسم المشحون بالشحنة الموجبة أو السالبة عند إيصاله بالأرض. ليش؟ الجواب لأن الأرض هو مستودع كبير للشحنات السالبة،
الأرض هو مستودع كبير للشحنات السالبة، فإذا كان الجسم مشحون بالشحنة الموجبة راح تتسرب الإلكترونات من الأرض إلى الجسم وتتعادل الشحنة، وإذا كان مشحون بالشحنة السالبة راح تتسرب الإلكترونات إلى الأرض وتتعادل الشحنة. زين، هنا كذلك عندنا تعليل: يزداد انفراج ورقتي الكشاف الكهربائي المشحون بالشحنة السالبة عند تقريب جسم مشحون بشحنة سالبة من قرصه. الجواب: لأن الإلكترونات الجسم المشحون راح تتنافر مع الإلكترونات قرص الكشاف فتبعدها فيزداد انفراج الورقتين. طبعا ليش يزداد الانفراج؟ لأن الكشاف مشحون بشحنة سالبة ونقرب عليه جسم كذلك مشحون بشحنة سالبة، فراح يصير تنافر بسبب تشابه الشحنات. زين، هنا عندنا السؤال الثالث، يقول: وضح كيفية شحن كشاف كهربائي بشحنة موجبة باستعمال ساق من الزجاج مشحون بشحنة موجبة. إذا كان الساق من الزجاج مشحون بشحنة موجبة، فهنا شو راح يكون الشحن؟ يكون الشحن بطريقة التماس. الشحن بطريقة التماس شلون؟ وذلك بملامسة ساق الزجاج قرص الكشاف الكهربائي. يعني الساق من الزجاج مشحون بشحنة موجبة، فمن يلامس القرص طبعا راح تنتقل الشحنات الموجبة، فراح تكون الكشاف مشحون بشحنة موجبة. زين، نتيجة التوصيل او التماس. زين، ما اذا نستعمل ساق من المطاط مشحون بشحنة سالبة؟ فهنا الجواب: عند تقريب ساق المطاط من قرص الكشاف فسوف يشحن بالحث بالشحنة الموجبة. يعني هنا طريقة الشحن راح تكون بطريقة الحث، بطريقة الحث اللي شرحناها بالتفصيل في المحاضرات السابقة. زين، السؤال الرابع: عد الطرائق شحن الأجسام بالكهربائية الساكنة. طبعا وهذا السؤال أكدنا عليه وجاء وزاري أكثر من مرة وجدا مهم، اللي هو عد الطرائق شحن الأجسام بالكهربائية الساكنة، راح يكون بثلاثة طرق: الشحن بطريقة الدلك، والشحن بطريقة التماس، والشحن بطريقة الحث. هنا عندنا السؤال الخامس، يقول: استعملت ساق من الزجاج مدلوكة بالحرير شحنتها موجبة وكرة معدنية معزولة متعادلة. يعني في هذا الشكل، هنا عندنا ساق من الزجاج مشحون بشحنة موجبة وكرة معدنية متعادلة الشحنة، يعني بها شحنات موجبة وسالبة. زين، هنا مطينا أسئلة. السؤال الأول: هل تنتقل شحنات كهربائية في الحالات الـ A والـ B والـ C؟ وضح طريقة انتقال الشحنات إن حصلت. طبعا في الـ A هنا نقول ما تحصل انتقال للشحنات. ليش؟ لأن هنا عندنا الكرة معزولة عن الساق وغير متصلة، فهنا ما راح يصير انتقال للشحنات. زين، فقط انه هنا راح يصير انجذاب السالب الى الموجب، وهنا راح تكون مقيدة وهذه راح تكون الموجب في الجهة الاخرى. زين، اما في الـ B هنا راح يصير انتقال للشحنات. ليش؟ لأن هنا عندنا هي متصلة بالأرض فتنتقل الشحنات السالبة من الأرض إلى الكرة. زين، أما في السي راح يصير هنا انتقال للشحنات الكهربائية. ليش انتقال للشحنات الكهربائية؟ هنا عندنا تماس، هنا عندنا تماس توصيل، هذه مشحونة بشحنة موجبة راح تجذب السالب اللي موجود في الكرة، إذن راح يبقى فقط الموجب، السالب راح ينتقل من الكرة إلى الساق نتيجة التجاذب. فهنا عندنا الحل بالنسبة لانتقال الشحنات. بالنسبة للأي لا تنتقل الشحنات الكهربائية لأن الكرة معزولة والساق غير متصل. بالنسبة للبي يحصل انتقال الشحنات من الأرض إلى الكرة حتى تتعادل الشحنات الطريقة. هنا ليش انتقلت؟ انتقلت الإلكترونات من الأرض إلى الكرة حتى هذه الشحنات الموجبة الطريقة حتى تتعادل، لأن هذه أصبحت مقيدة ما تتحرك، فهنا راح تنتقل الشحنات سالبة إلى الموجب حتى تتعادل. زين، وبالنسبة للسي طبعا راح يحصل انتقال الشحنات الكهربائية من سطح الكرة إلى الساق بالتماس، يعني نتيجة التماس ونتيجة اختلاف الشحنات التجاذب راح تنتقل الشحنات السالبة إلى الساق، فراح يبقى هنا عندنا شحنات موجبة. زين، هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني يقول: حدد نوع الشحنات الكهربائية التي ستظهر على الكرة المعدنية في كل حالة. بالنسبة إلى هنا عندنا طبعا شرحتها بالتفصيل هنا، بالنسبة لنوع الشحنات، بالنسبة للأي سطح الكرة المقابل للساق تظهر عليه شحنة سالبة مقيدة، وسطح الكرة في الجهة الثانية تظهر عليه شحنة موجبة طليقة. يعني هنا راح تظهر شحنة سالبة مقيدة نتيجة التجاذب،
هذه راح تكون مقيدة، وال بالنسبة للموجب راح تكون شحنات طليقة في الجهة الأخرى. زين، بالنسبة للبي، سطح الكرة المقابل للساق تظهر شحنة سالبة مقيدة، والشحنة الموجبة الطليقة تعادلت بسبب الإلكترونات المتسربة من الأرض إلى الكرة. يعني هنا راح تظهر شحنات سالبة مقيدة. بما المقيدة؟ مقيدة بالموجب بالساق. زين، أما الشحنات الموجبة فراح تتعادل، ليش؟ راح تجيها إلكترونات من الأرض فراح تصير متعادلة. زين، أما بالنسبة للسي راح تنشحن بالشحنة الموجبة. هذا السي الكرة راح تنشحن بالشحنة الموجبة، ليش؟ لأن السالب انتقل إلى الساق نتيجة الاختلاف بالشحنة نتيجة التجاذب، فراح يبقى فقط الموجب. زين، السؤال الثالث، ماذا يحصل لمقدار الشحنة الموجبة على ساق الزجاج؟ هذا ساق الزجاج الشحنات الموجبة شنو اللي راح يحصل بيها؟ بالنسبة للأي ما راح يصير بالإيها تغير، وبالنسبة للبي كذلك ما راح يصير بها أي تغير. أما بالنسبة للسي راح يصير بها تغير، ليش؟ لأن السالب راح ينجذب إلها فراح تقل هذه الشحنات الموجبة، هذه الشحنات الموجبة اللي على الساق راح تقل، ليش؟ لأن السالب راح يجي لها فراح تقل هذه الشحنات. إذن هنا نقول الأي لا يتغير والبي لا يتغير، أما السي راح تقل شحنة الساق الموجبة. زين، نجي إلى سؤال 6، يقول أراد أحد الطلبة أن يشحن كشافا كهربائيا متعادلا بطريقة الحث، فقرب من قرصه ساق من الزجاج مشحون بشحنة موجبة، ولمس قرص الكشاف بأصبع يديه مع وجود الساق قريبة من قرصه، ثم أبعد الساق عن قرص الكشاف، وأخيرا رفع أصبع يده عن قرص الكشاف. بعد كل هذه الخطوات وجد الطالب انطباق ورقتي الكشاف، أي حصل على كشاف غير مشحون، ما تفسير ذلك؟ طبعا تفسير هذه التجربة هنا راح نوضحها، راح نوضحها بالخطوات وكذلك بالرسم. هنا عندنا كشاف متعادل غير مشحون، هذا هو الكشاف المتعادل الغير مشحون، عند تقريب ساق الزجاج، يعني ساق الزجاج مشحون بشحنة موجبة، ايش راح تظهر؟ راح تظهر شحنة سالبة مقيدة على القرص نتيجة التجاذب. يعني هنا هذا القرص مشحون، العفو الساق مشحون بشحنة موجبة، من أقرب على هذا القرص راح تظهر شحنة سالبة، راح تظهر شحنة سالبة نتيجة التجاذب مع الموجب، فراح يظهر السالب. أما الموجب هنا راح تبتعد إلى ورقتي الكشاف، راح يصير تنافر بين الموجب وبين الموجب فراح تبتعد. زين، فعند لمس القرص باليد يعني هنا راح نوصل هذا القرص، نوصله باليد أو بالأرض. زين، راح تتسرب الإلكترونات من الأرض إلى الورقتين وتتعادل الشحنة. هنا عند ملامسة الأرض هذا القرص راح تتولد هنا أو تتسرب شحنات سالبة إلكترونات من الأرض إلى ورقتي الكشاف، ليش؟ لأن هنا طبعا راح تسرب الإلكترونات، هذه مقيدة، هذه الإلكترونات مقيدة تبقى مكانها، وهذه الإلكترونات وين تروح؟ لورقتي الكشاف، لأن هنا عندنا شحنات موجبة وهذه الشحنات موجبة تحتاج إلى السالب حتى تتعادل، فهذه الإلكترونات وين تروح؟ تروح لورقتي الكشاف فتتعادل، كذلك راح تكون منطبقة، لأن هنا عندنا صار سالب وموجب. زين، عند إبعاد الساق الزجاج وإبقاء الأصبع متصل راح تتسرب الإلكترونات من القرص الكشاف إلى الأرض. من راح نبعد هذا الساق؟ من راح نبعد هذا الساق؟ هذا الساق الرفعه. زين، بس إن هي بعدها متصلة بالأرض، شنو راح يصير؟ الإلكترونات اللي موجودة في هذا القرص راح تتسرب إلى الأرض. زين، طبعا وهذا راح تكون هنا منطبقة بعدها، ليش؟ لأن هي متعادلة هنا صارت سالب وموجب، فقط القرص ب يعني الإلكترونات من رفعنا الموجب، فهذه الإلكترونات راح تتسرب إلى الأرض، راح تتسرب إلى الأرض بعد ما كانت مقيدة، راح تتسرب إلى الأرض. زين، فهنا عند رفع الإصبع من القرص الكشاف ينقطع الاتصال بالأرض فيكون الكشاف متعادل غير مشحون. من نقطع هذا الاتصال؟ قطعنا هذا الاتصال، الشحنات راحت للأرض، فش راح يصير؟ راح يصير كشاف متعادل غير مشحون. فهنا بالقرص بعد ما عندنا شحنات سالبة،
إذن هنا أنا راح تكون انطباق ورقتي الكشاف هذه راح تكون متعادلة، راح تكون متعادلة. هنا أنا فسرنا هذه التجربة بالخطوات وبالرسم. زين، السؤال السابع يقول اكتب نوع الشحنة في الأشكال التالية. طبعاً مطينا هذه الأشكال. إحنا ذكرنا في المحاضرات إنه الشحنة الموجبة هي اللي تنطلق من عدها الشحنات. يعني هنا من اللي يحدد لي؟ يحدد لي السهم. السهم هو اللي يحدد لنوع الشحنة. إذا كان السهم طالع فهذه الشحنة موجبة، هذه الشحنة الموجبة، لأن الشحنة تبدأ من الموجب إلى السالب، من الموجب إلى السالب، يعني الموجب الشحنة هي اللي راح تنطلق من عدها. فهنا ما دام السهم طالع إذن هذه الشحنة شحنة موجبة. زين، هنا شن عندنا؟ عندنا هذه السهم المن إلى الداخل، إلى الداخل، يعني هنا عندنا اكتساب، إذن هذه يا شحنة، هذه الشحنة سالبة. ذكرت في المحاضرة السابقة أنه حسب السهم، السهم إذا كان إلى الخارج فهو شحنة موجبة، وإذا كان إلى الداخل فهو شحنة سالبة. زين، هنا شنو عندنا؟ هنا عندنا تجاذب بين هذه الشحنات، تجاذب. زين، وين السالب وين الموجب؟ بما أنه هذا السهم طالع إذن هذه الشحنة موجبة، هذه الشحنة موجبة، وهنا عندنا هذا السهم داخل إذن هذه الشحنة سالبة. فهنا عندنا اختلاف الشحنات، اختلاف بالشحنات، إذن راح يصير تجاذب. مثل ما تلاحظون تجاذب، وهذه الشحنات تبدأ من الموجب إلى السالب. لاحظوا السهم من الموجب إلى السالب. طبعا وهذا الرسم بالمحاضرة ذكرنا إنه هذا الرسم مطلوب وزاريا. زين، أما هذا الشكل هنا عندنا هذه الأسهم طالعة، يعني شنو؟ هذه موجب، وهنا كذلك هذه طالعة، هذه موجب. مثل ما تلاحظون تنافر، تنافر، لأن هنا شنو عندنا؟ عندنا موجب وبموجب، فهنا صار تنافر بيناتهم لأن الشحنات متشابهة. صار واضح؟ فهنا من اللي يحدد لي؟ يحدد لي السهم، إذا كان إلى الخارج فهو موجب، وإذا كان إلى الداخل فهو سالب. زين،